هناك أماكن في العالم من الأفضل عدم زيارتها بدون تدريب خاص، على سبيل المثال قفص النمر أو قمة جبل، لكن في بعض الأحيان لا يمكن أن يساعد أي قدر من التحضير. بعض الأماكن مميتة لأي شخص بدون حماية، وأحد هؤلاء هو خندق ماريانا. في أحد مقاطع الفيديو السابقة شرحت ما سيحدث للكرة الفولاذية بهذا العمق الهائل. حان الوقت لإرسال شخص إلى هناك. في فيديو اليوم ستتعرف على ما سيحدث لجسم الإنسان في قاع خندق ماريانا. سأريكم مدى خطورة الضرر الذي لا يمكن إصلاحه، وعدد الثواني الذي يمكن أن يقضيها الشخص في أعمق نقطة قبل أن تكون مهددة للحياة. كالعادة سأبدأ بالأساسيات. للوصول إلى خندق ماريانا عليك الذهاب إلى المنطقة الغربية من المحيط الهادئ، إلى جزر ماريانا. أعمق نقطة في خندق ماريانا هي 10994 متراً. هذا في تشالنجر ديب. لا يعتبر هذا العمق مناسباً للحياة. الجو مظلم وبارد نسبياً، ولا يوجد أكسجين كافٍ. لكن أهم شيء هو الضغط. في تشالنجر ديب يصل هذا إلى 108.6 ميجا باسكال. هذا أكثر من 1072 ضعف الضغط الجوي العادي عند مستوى سطح البحر. حتى الماء هنا أكثر كثافة من مياه البحر العادية. يبدو أن مثل هذا الضغط من شأنه أن يقضي على أي كائن حي. لكن خندق ماريانا لا يزال مأهولاً. هناك العديد من الديدان وبعض الرخويات وأسماك أعماق البحار وخيار البحر وأشكال الحياة الأصغر. لن تنجو سمكة واحدة تعيش في أعماق ضحلة أو أي مخلوق آخر تحت الماء إذا وجدت نفسها فجأة في تشالنجر ديب. لكن ماذا لو وضعت شخصاً هناك؟ أولاً دعنا نحدد كيف يمكن لأي شخص الوصول إلى خندق ماريانا. بالطبع لقد نزل الناس بالفعل إلى هذا العمق على مختلف المركبات تحت الماء، فعل المخرج جيمس كاميرون ذلك بمفرده. ولكن ماذا عن الغوص دون حماية غواصات الأعماق؟ هل سيكون من الممكن فقط فتح الفتحة والخروج بمجرد وصول الماكينة إلى قاع خندق ماريانا؟ الجواب واضح جداً، لا للخروج من الحوض إلى الأعماق، ستحتاج إلى فتح فتحة المدخل. لكن الضغط الهائل سيمنعك من القيام بذلك، حتى لو بذلت كل قوتك في ذلك. لتحقيق ذلك ستحتاج إلى معادلة الضغط. افتح الفتحة بحذر للسماح بتدفق الماء إلى الداخل. من الممكن أن يؤدي تدفق الماء عبر الفجوة إلى قطعك إلى النصف. بعد مرور بعض الوقت سيصبح الضغط الداخلي والخارجي متساويان. ستفتح الفتحة، لكن بالنسبة لك لن يهم. بشكل عام لا يمكن اتخاذ خطوة واحدة والوقوع على عمق 11 كيلومتراً، 7 أميال. لذلك عليك أن تستخدم خيالك. لنفترض أن البشرية قد اخترعت بالفعل النقل الآني وكانت تستخدمه بنشاط كبير، لدرجة أنه ربما يرسل بعض المجانين إلى خندق ماريانا. سيكون الضغط داخل الشخص والضغط بالخارج عندما يصلون إلى العمق الكبير مختلفين للغاية. سيؤدي فرق الضغط إلى التسطيح. على سبيل المثال، إذا قمت بغلي القليل من الماء في وعاء من الألمنيوم ثم وضعته في سائل بارد، فإن الجرة تنكمش بشكل كبير. هذا بسبب الضغط الخارجي. مصير مماثل ينتظر جسد الإنسان. لن تساعد أي بدلة غوص حديثة، لكن الضغط لن يحدث على الفور. سيعتمد كل هذا على مقدار الوقت الذي ستقضيه في هذا العمق. لنفترض أن الرحلة استغرقت نانو ثانية فقط، أو جزءاً من المليار من الثانية، ثم تمت إعادتك على الفور إلى السطح. قد يبدو أن مثل هذه الحركة السريعة لن يتم الشعور بها على الإطلاق. لن يكون لديك وقت حتى لترمش. على الأرجح هذا صحيح، باستثناء الإحساس بوخز خفيف. من أين يأتي ذلك؟ النقل عن بعد هو حركة في الفضاء. إذا كان لجسم ما كتلة، فإن حركته السريعة من نقطة إلى أخرى يجب أن تحدث مع إنفاق كبير من الطاقة للتسريع. لكن الثانو نانية هي مقدار ضئيل جدا من الوقت. الضغط لن يلعب دورا خاصا هنا بسبب التباطؤ أثناء النقل عن بعد. سيتم نقل كمية كبيرة من الطاقة إلى الماء،
سيؤدي ذلك إلى دفع الماء بعيداً عن جسمك، لذلك عندما تعود إلى الأرض ستشعر بإحساس خفيف بالوخز. هذا ويمكن أن يشهد على أنك قمت للتو برحلة إلى خندق ماريانا. دعونا نرفع المخاطر. ماذا لو قضيت 1000 جزيء من الثانية في القاع؟ هذا لا يزال أسرع من غمضة عين. على الأرجح لن يكون الشخص قادراً على ملاحظة انتقاله الآني، ومع ذلك سوف يشعرون بذلك بالتأكيد. هذه المرة سيكونون هناك لفترة كافية حتى يؤدي الضغط الخارجي إلى تشنج قوي. لحظة واحدة ستقف في ناقل عن بعد، وبعد ثانية ستشعر بألم شديد في جميع أنحاء جسمك. لن يسبب ضرراً داخلياً أو خارجياً، لن يتشوه الجسم، ستكون على قيد الحياة. حتى أطول جزء من 100 من الثانية في قاع خندق ماريانا. سيكون هذا طويلاً بما يكفي لإحداث تغيير رهيب. هذه المرة سيكون التشنج أقوى. يمكن لأي شخص أن يموت من آلام الصدمة. على الرغم من حقيقة أن الشخص سيبدو بصحة جيدة، فإن أعضاءه ستتلف. يتعلق الأمر بكيفية عمل تأثير الأسلحة النارية على جسم الإنسان، مما يتسبب في حدوث صدمة هيدروستاتيكية. لم يتم تأكيد هذا المفهوم المثير للجدل في الممارسة، ولكن حتى الآن لم يقم أحد بترتيب الانتقال الآني إلى مثل هذه الأعماق أيضا. الآن 1/10 من الثانية، ما يبدو عادة وكأنه لحظة قصيرة، ستشعر وكأنها أبدية في خندق ماريانا. ليس لأن الوقت يتحرك بشكل مختلف هناك، ولكن لأنه في مثل هذه الفترة سيكون للضغط بالتأكيد وقت كاف لقتل شخص. بالتأكيد عندما تنتقل عن بعد ستحبس أنفاسك تلقائيا. بعد كل شيء ستذهب للغوص، ولكن هذا سيكون خطأ كبيرا. بسبب الاختلاف في الضغط سيتم تدمير الرئتين على الفور. على الأرجح سيتم تمزيقها ببساطة. الأعضاء الأخرى لن تفلت من هذا المصير أيضاً. سيعود الشخص إلى السطح ميتاً بالفعل، لكنه سيظل يبدو كإنسان. الجانب الإيجابي الوحيد لمثل هذا الموقف هو السرعة. قد يكون لديك وقت لتشعر بدرجة حرارة الماء، لكن من غير المحتمل أن تكون قادراً على إدراك ما حدث. سيكون هذا كافياً لخندق ماريانا لسحق شخص تماماً حرفياً. بعد 30 ثانية في القاع لن يتضرر الجسم فحسب، بل سيكون لديه الوقت أيضاً ليمتلئ بالماء. سيؤدي الضغط الهائل إلى دفع الماء إلى الداخل. ستنفجر كل الأوعية الدموية بحلول ذلك الوقت، وسيصبح لون الجلد وردياً. سيبدو الشخص مثل دمية مصنوعة من اللحم والعظام، أو شخصية من فيلم رعب. من غير المحتمل أن يكون أي شخص سعيداً بمثل هذه النهاية. بعد 30 ثانية في الأسفل لا يمكن إرجاع الشخص إلى السطح. ماذا لو لم نستخدم النقل الآني؟ ربما يكون الشخص أكثر حظاً إذا نزل تدريجياً إلى القاع. ربما يمكنهم التعود على التغييرات، لكن عمق 11 كيلومتراً 7 أميال أطول من أن يحبس أنفاسك، بالإضافة إلى الضغط الذي سيزداد فقط وأنت تغوص. كل 10 أمتار 30 قدماً تقريباً. ربما يمكننا الوصول إلى القاع بسرعة. سيكون للنساب نفس تأثير النقل الآني. بالإضافة إلى ذلك هناك مخاطر أخرى على طول الطريق من السطح إلى أسفل خندق ماريانا. على سبيل المثال الأسماك المفترسة. لنعود الآن إلى سكان خندق ماريانا الذين تحدثت عنهم في البداية. هل لا يزالون على قيد الحياة؟ هذه الكائنات كقاعدة عامة ليس لديها دعم عظمي صلب، وهذه الخاصية تنقذ حياتهم. يؤدي الضغط في خندق ماريانا إلى تحويل الزجاج والخشب إلى مسحوق، بينما على السطح يمكن أن تتحول نفس المخلوقات إلى هلام. للبقاء على قيد الحياة في خندق ماريانا يتكيف سكان أعماق البحار مع الظروف. على الأرجح حدث هذا في وقت واحد مع حركة صفائح الغلاف الصخري. عندما أصبح الخندق أعمق تتكيف جميع أسلاف خيار البحر. أولئك الذين لم يفعلوا ذلك ماتوا ببساطة. إذا أعجبك الفيديو أعطه إعجابا. لا تنسى الاشتراك في القناة إذا لم تكن فعلت ذلك. انقر فوق الجرس لتلقي إشعارات في الوقت المناسب لمقاطع الفيديو الجديدة الشيقة التي تنتظرك في المستقبل.